جيم، هسألك سؤال. شوف الحركة دي، السؤال ده بيبقى بعدها سؤال جميل يعني. تمام، هسألك سؤال واستغل وجود اسلام ووجود خليفة وناس موجودة وفاهمة وشايفة الدنيا كويس قوي. في قصة كده كنت عمال اتكلم فيها امبارح، قلت لما اشوفك استغل ونتكلم عنها. السوشيال ميديا بصراحة شديدة، الأندية دلوقتي لطخة ليها، بتمشي وراها، بتسمع كلامها، لعيب يمشي لعيب يجي، مدرب يمشي مدرب يجي، ولا الإدارات في مصر بتشتغل من دماغها؟ بس بصراحة بدرجة وبنسبة، بدرجة وبنسبة، اديني النسبة. يعني حسب النادي، بنسبة كام في المية السوشيال ميديا يتحكم في إدارات الأندية في مصر؟ أنا قلت لك حسب النادي، حسب يعني الأندية الجماهيرية في مصر. الأندية الجماهيرية لا طبعا، يعني النسبة تتجاوز 50% لو بتكلم على الأندية كلها كباكج. لو بتكلم على أهلي وزمالك واتحاد واسماعيلي ومصري ومحلة وأسوان، لا طبعا بتتحكم بنسبة كبيرة، والضغوط بتتحكم في حاجات كتير جدا جدا. لعيب يقعد أو لعيب يجدد أو لعيب ما يجددش، أو صفقة يتم التعاقد معاها أو لا، وده مش النهاردة، ده في العشر سنين الأخيرة يعني. إسلام، لا ما هو في حل اتعمل كده الفترة الأخيرة ذكي يعني. بدل ما السوشيال ميديا تتحكم فيها، فبقيت انا بعمل السوشيال ميديا واعمل انا اخد القرار واحركه انا واقول انا خلاص تمام. فهي بتتحكم بنسبه كام؟ عجبني بتتحكم. عجبني الكلام. انت بتشوف ان انت بتتحكم، لكن في الاخر هو القرار في ايد مجالس الاداره وبنسبه 100%. لا يعني معلش فريرة، يعني انا هقول لك على حاجه. خلينا نتكلم بصراحه. ما انا عايز بصراحه، ما انا فتحت معاك عشان اسمع بصراحه. موسيماني مشي ازاي وفريرة قعد ازاي؟ بس يعني موسيماني مشي، حتى لو كان التايم ده صح، وانا بقول لك موسيماني كان فعلا لازم يمشي، كان عنده مشاكل كتير جدا مع لعيبه جوه الفرقه كتير. لكن في الاخر انا خليت الناس عندها حاله رضا ان موسيماني يمشي عادي واجيب سواريز. رغم ان انت لما تيجي تفكر فيها، ان انا ماشي مدرب واخد بطولات واخد 2 افريقيا و2 3 كاس عالم انديه وكاس مصر وماشي كويس كمتصدر الدوري. بس موسيماني هو اللي مشي، مش الاهلي اللي مشي. انا مش دعوه، انا فاهم، ما بتسمش، انا باخد الرسمي. لا لا انا براهن على الزمن، موسيماني هيرجع في يوم من الايام في مصر، وهيقول سواء هيرجع اهلي زمالك، هيرجع بيراميدز، هيرجع اي مكان. هيرجع وهنشوف. يعني انت مش مع فكره ان السوشيال ميديا تحرك الادارات؟ الادارات بتشتغل من دماغ. لا، الادارات تحرك السوشيال ميديا عشان تاخد القرار اللي تترغب فيه. خليفه، بتبقى موجات، موجة يعني. الإدارات بتخضع للسوشيال ميديا ما بتبقى الموجة قوية جدا. وزي ما إسلام قال، دلوقتي بقى كتير جدا من الإدارات بتفكر إزاي هي بتسيطر أو بتدعم فكرة إن هي توجه قرارات للسوشيال ميديا، وبتدعم قراراتها عن طريق ظهير إعلامي. كان دايما الظهير الإعلامي ده موجود من قديم الأزل، كان زمان بيتم عن طريق صحفيين بس وإعلاميين ومنظومات الأندية الإعلامية. دلوقتي دخل فيها برضو أن بيتم التأثير على آراء الجماهير، لأن في النهاية يعني في جملة كده مشهورة، معظم الناس ناس آخرون. أنت لو دخلت لقيت آراء في اتجاه، ساعات كتير جدا بتميل تاخد الآراء دي. فلو أنت قدرت تبقى كإدارة بتزق الموجة الأولى لدعم قرارك، في أوقات كتيرة وكتير من الجماهير بتدعم نفس القرار اللي أنت قدرت تخلق الموجة الأولى بتاعته دي. فهي الأول كانت الجماهير على السوشيال ميديا فري تماما، وكانت بتأثر على الإدارات. دلوقتي الإدارات بدأت تفهم اللعبة، وبقى في نوع من أنواع التوازن، شد وجذب. ساعات موجات الغضب من النتائج او كذا بتلاقي شده السوشيال ميديا قويه، ولكن الادارات دلوقتي بتستوعب دي سماعات، وساعات هي اللي بتسبق وبتسيطر. فالعمليه يعني ايه، عامل زي صراع كده ما بين الاظهره الاعلاميه للانديه وما بين الجمهور اللي هو ساعات بيتحركوا مشاعره عموما يعني.